بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائي طلبه الصف الخامس اليوم انا وياكم يا مس راح نحل اسئله درس التعليم فمشان هيك يا مس بتمنى منك انك تحضر قلمك وتحضر دفترك وتكتب اليوم والتاريخ والعنوان وايضا يكون خطك واضح ومفهوم يا yeah. السؤال الاول عدد مراحل التعليم في الاردن عدد مراحل التعليم في الاردن مرحله رياض الاطفال ومرحله التعليم الاساسي ومرحله التعليم الثانوي مرحله رياض الاطفال مرحله التعليم الاساسي ومرحله التعليم الثانوي رياض اطفال تعليم اساسي وتعليم ثانوي تمام، السؤال الثاني إلى ما تشير إلزامية التعليم في المرحلة الأساسية؟ يعني إيش الفايدة من إلزامية التعليم في المرحلة الأساسية؟ أكتب تشير إلزامية التعليم في المرحلة الأساسية إلى أهمية التعليم في تطور المجتمع، تشير إلزامية التعليم في المرحلة الأساسية إلى أهمية التعليم في تطوير المجتمع، السؤال الثالث: وضح المقصود بالثقافة العسكرية شو يعني ثقافة عسكرية؟ مين يعرف للثقافة العسكرية يا خامس؟ مين الشطور؟ يلا مؤسسة تربوية عسكرية مؤسسة تربوية عسكرية تقدم خدمات تعليمية واجتماعية تقدم خدمات تعليمية واجتماعية متعددة لشريحة واسعة من المجتمع الأردني خاصة أبناء العسكريين وأبناء البادية الأردنية، نعيد مؤسسة تربوية عسكرية تقدم خدمات تعليمية واجتماعية متعددة لشرائح واسعة من المجتمع الأردني، خاصة أبناء العسكريين وأبناء البادية الأردنية، السؤال الرابع، ما مهام وزارة التربية والتعليم الأردنية؟ إيش مهام وزارة التربية والتعليم؟ يلا واحد توفير الخدمات التعليمية وتعزيزها توفير الخدمات التعليمية وتعزيزها اثنان بناء المدارس وتجهيزها بأحدث الوسائل والأجهزة بناء المدارس وتجهيزها بأحدث الوسائل والأجهزة ممتازين السؤال الخامس فسر العبارة الآتية يعد التعليم من الخدمات الرئيسية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، ليش التعليم أنا بعتبره من الخدمات الرئيسية اللي بتقدمها الدولة لمواطنيها؟ شو السبب؟ يعني كونها، اكتب كونها تسهم في تطور المجتمع، كونها تسهم في تطور المجتمع، وازدهاره في مختلف المجالات. كونها تسهم في تطور المجتمع وازدهاره في مختلف المجالات اللي بسألني عن السؤال السادس خلينا نقرأه بالأول بعدين أحكي لكم يا. تخيل نفسك مذيعا في التلفاز وتريد عمل مقابلة مع أحد طلبة المدارس في الأردن أذكر ثلاثة أسئلة توجهها إلى ضيفك عن حقوق الطالب في المدرسة وواجباته تجاهها بحكينا تخيل يا خامس انه نفس تخيل نفسك انك مذيع في التلفاز وبدك تعمل مقابله مع واحد من طلاب المدارس الموجوده في الاردن طيب اكتب لي اسئله بدك توجهها لضيفك يعني لهالطالب ايش حقوق الطالب في المدرسه وايش واجباته لهاي المدرسه سهله اخذناها مش أخذناهم فمشان هيك أنا ما رح أحكي لك إيش هم إيش الإجابات بدي منك أنت يا خامس إنك تفكر بإجابة هاي الأسئلة وتكون واجب عليك وتجيبها عليك.